متابعي قناة حلب اليوم، أهلا وسهلا بكم في هذه الإحاطة من ريف إدلب. تزداد خطورة مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة المزارعين في موسم الحصاد. فرق الدفاع المدني السوري كثفت حملات التوعية من مخلفات الحرب في الحقول والأراضي الزراعية التي يتم فيها الحصاد، وقامت بتوزيع ملصقات على المزارعين توضح الأشكال المحتملة للقنابل غير المنفجرة وكيفية التصرف في حال مصادفة إحداها. توقف الدعم عن مشفى سيما للنسائية والأطفال في مدينة أريحة جنوب إدلب. يعد مشفى سيما الوحيد في منطقة أريحة وما حولها وجنوب منطقة الإنفور، حيث يخدم المشفى حوالي 60 قرية إضافة إلى مدينة أريحة، حيث يوفر الرعاية الصحية لمئات الآلاف من السكان المحليين والنازحين. شارك فريق من منظومة الإحالة والإسعاف المركزية في ماراثون أثر السلام الذي أقيم في مدينة دركوش تحت رعاية عدد من منظمات المجتمع المدني. رافق فريق منظومة الإحالة المتسابقين عن كثب لضمان تقديم الخدمة الإسعافية الفورية عند الحاجة. يشتكي أهالي قرية أورم الجوز من عدم صيانة الإنارة في شوارع البلدة، وعلى الرغم من وجود كابلات إضاءة وعدم إكمال إنارة بعض الطرقات فيها، رغم تقديم الشكوى لمدير شبكة كهرباء أريحة لكن دون استجابة. مع اشتداد درجات الحرارة ترتفع نسبة الحرائق في شمال غرب سوريا، حيث اندلع 23 حريقاً البارحة الثلاثاء في شمال غربي سوريا، كان منها 16 حريقاً في الأراضي والمحاصيل الزراعية بكل من تلحمكي ومدينة جسر الشغور والكفير وكلي بريف إدلب، وثلاث حرائق في الأعشاب اليابسة في كل من بلدة البارة وقرية الحمامة، وحريق في خيمة بمخيم الأكاديمي بالقرب من مدينة سلقين بسبب انفجار بطارية موصولة بألواح طاقة شمسية، وحريق في سيارة لأحد المدنيين بمدينة سرمين. فرق الدفاع المدني استجابت لعمليات الإخماد وتبريد أماكن الحرائق وتأكدت من عدم وجود مصابين بين المدنيين. هذه إحاطتي لليوم، دمتم بخير.